عسلامة مدام. عسلامة، مرحبا بيك. يعيشك فضلك. هي أنا شريفة بن علي. مرحبا بيك مدام شريفة. حبينا نحكي شوية على التوانسة بعد ما يخرجوا من كل مناسبة، الحقيقة يبدو منفوذين، عرفت، ما عادش عندهم جملة في كل مرة، في ظل بيانسوغ الغلاء اللي احنا نعيشوا فيه، في كل مرة كيفاش قاعد يتجاوز التونسي المناسبات هذم اللي كلفوه برشا فلوس. ايه شو قلك، ما توا هم التوانسة كل كيف الحال، حال واحد والدار دار واحدة، والمواطنين يحنوا رمع على بعضهم ويسخفوا على بعضهم شوية. اما اش باش تعمل قدام الغلاء والمصاريف نتاع التعليم صغار والكراويت غالية برشا، اش باش نقولك، يلزم واحد يتجوزها بالصبر وبالاقتصاد، زادا يقتصد روحه، ما يبداش محلول نحب هذيك ونحب هذيك ونشتهي هذيك. كل قديره وقدره يا ماما رام، كل قديره وقدره، كل انسان واش دخل بونيتو، فهمتني. فما عبيد تعرف تعيش، فما عبيد الحقيقة ما تعرفش تعيش، فما عبيد مثلا ما تخممش في غدوة، عطيها تصرف اليوم وتقول لك ما يهمنيش في غدوة، أنا مانيش ضامنة روحي الغدوة. أنت مع الفكرة هذه وإلا ماذا بيك تفضل وتخبي؟ لا أنا من نول نفضل ونخبي وعاونت دارنا بكري وخدمت مع بابا وصورت لي كتب من عند ربي، وقت اللي معناه كبرت وعملت دار وعملت عائلة وعملت أسرة استحفظت عليهم، عايشتهم باللي كتب من عند ربي والحمد لله، قريتهم وصلتهم عورست لهم لبيس، ما احتاجتش لحتى حد، وعمري ما نتسلف وعمري ما نبت بلاش راني. عمري ما نتسلف فلوس وعمري ما نبت، ربي عطيني شوية صبر وشوية اقتصاد تعلمته من دارنا كيفاش يقتصدوا هذه اليوم وهذه الغدوة وهذه بعد غدوة، والحياة تستمر راهي. احنا نحبوا نلقاو حل باش كي تجينا مناسبة مكلفة ما عادش نحيروا وندخلوا بعضنا وكيفاش وشنو باش نعملوا ومنين باش نشريوها وشهرية شوية، لازمنا حل، اللي هو حسب رايك شنو مدام؟ الحل هو الصبر والاقتصاد. أي. هذا هو الحل، صبر، أنت ما تشتهيش برشا حاجات، تاكل اللي كتب من عند ربي، وشوية مصاريف المعيشة راهي هي اللي زايدة ياسر في الغلاء، مصاريف المعيشة واللي وتحب هذيك واللبسة هذيك وشنية هذيك، هذا كل واحد ينحي من باله. والأم يلزم الأم توصي الوليدات والبنيات، توصيهم باش يستحفظوا على الفرنك، قد ما تستحفظ على الفرنك هو يعينك، الفرنك يا بنتي هو أبوك هو أخوك هو ناسك راهو، ذاك هو، ما تقولش أمي ولا بابا ولا جيراني تو يعاونوني، لا هذه الحاجات هذه كلها تنحات راهي. قلت انت توا الناس الكل كيف كيف والناس الكل نفس الوضعيه قاعدين يعيشوا فيها، مش فاضل. لكن هل التونسي اليوم مازال ينجم، خلينا معناها نكون واقعيين شويه، التونسي اليوم مازال ينجم يخبي شويه مثلا للعيد الفلاني، مثلا مش بالضروره عيد الاضحى اللي فات، يخبي ما نعرفش لاي مناسبه ينجم معناها؟ من نجمش راهو، من حاجة صعيبة وليت ياسر والله. جيتي كي تفضل قوت غدوة به، يعني توا اليوم عندي أنا دينار كيفاش باش نخبي منه الغدوة وأنا نصرف أكثر من دينار؟ هو احنا ما قلناش تحط برشا فلوس، معناها تحط حاجات عادية صغيرة لين يكبر المبلغ، معناها باش كي تجي المناسبة تلقى روحك عندك الفلوس. هكا احنا شفنا معناها لفتت انتباهنا امراه على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني في عيد الاضحى حلت شقاقه فيها 1,700,000 وقالت هاو عندي حق العلوش، يعني كل مره نحط من ثالث عيد تبدا تلم للعيد الجاي. هل التوانسه اليوم ينجموا يعملوا حاجه كما هكا ولا ما ينجموش الحقيقه؟ انا بالنسبه لي انا ما نجمش، انا نحكم على روحي، انا ما نجمش نفضل حتى فرانك. انت مدام تحكي باسم 80% من التوانسه راك. اي والله كان ربي هو اللي فرج عليهم الناس الكل، والله كان ربي يعطينا ان شاء الله القسم في شويه مطر وشويه رخام تاع العيشه توا اهون شويه، اما كان العيشه تبقى غاليه هكا ما نعرفش، انا ربي يقدرهم ان شاء الله، يا ربي ربي يقدرهم، ربي يعطيهم الصبر ويعطيهم قسمهم ان شاء الله في الدنيا. ذاك شنو نجم نقول لك، انا بالنسبه ليا ما عنديش من نفضل قد اما والله 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 لا عمري احتجت لحتى مخلوق، لا لاولادي لا لفاميلتي لا لحتى حد، انا نعرف نقتصد باش نعيش اي، اما باش نخبي كان ربي نبع ليا ولقيت عندي فرانك زايد نخبيه الغدوه، اذا ما عنديش ما عنديش، ما نقولش راني ما عنديش،
انا ربي عطيني الصبر. وبصراحه بصراحه انا قدام احبابي واصحابي وجيراني انا نسمى لبس عليا راني، خاطر عمري ما نشكي. وهذه نقولها لجميع المسلمين والتوانسه، راهو الشكوى غير ربي مذله، الشكوى غير الله راهي مذله. الانسان ما يشكي كان ربي، باش تشكي انت لغيرك تذل روحك وتنقص من قوتك وتنقص من جبروتك. انا ما نعرفش نعارك، ما نعرفش نظلم، ما نعرفش ناخذ حاجه الناس، انا كان بالصبر عايشه وقاو. ثم حاجه اخرى مدام، كثره الدعاء هذه حاجه انا نؤمن بها، معناها كي تدعي كثره الدعاء تجيب لك الحاجه اللي انت تحب عليها. هذاك العبد الطيب مع الله الطيب مع ربي، وقت اللي يدعي لله ويقول يجعلني كل حاجة ولا يعطي لفلانة كل حاجة، بقدرة الله تجيه كل حاجة. تجيه إذا كان يبدأ إنسان شرير مع ربي، ربي ما يقبلش عليه. راه لغال ما يقبلش ربي. في كل ساعة لازمك تدعي، ما تعرفش عليه. أنا ليل مع نهار وفي كل صلاة ندعي بالسترة، سترة وبصلاح الذرية. أنا ولدي يخدم هكا حاجات اللي كتب له من عند ربي، قبل ما يمشي للخدمة متاعه يجي يقول لي يومي، هو معرس بداره ربي هني، يقول لي أمي جا ربي يومي يدعي بي، راني مسافر ماشي عندي شوية خدمة، ادعي بي بالخير. قل وانا ليل مع نهار مع صباح ندعي بيك بالخير، راه ان شاء الله ربي يوفقك. ان شاء الله ربي يوفقه. ذيك علاش مدام قلت لك الدعاء خير برشا من انك تشكي مشاكلك للعبيد، وخاصة معناها انه العبد هذاك زاد هو بيدو يعني بيه كان ربي واكيد عنده مشاكل. هاني قلت لك العبيد كي باش تشكي لهم باش تنقص قيمتك من قدامهم. وهكا تنقل له طاقة سلبية وبرشا حاجات، توا عندك ربي وتشكي للعبيد. لا لا لا، ربي فوق الناس الكل، وساعدنا بربي، ساعدنا بربي. يا ويلو اللي يعمل الشر مع ربي يا مسكين. الإنسان قد ما يعمل الخير في الله ديما في مصلحته هو. ديما في مصلحته. أنتم ربي يوفقكم وربي يجازيكم كل خير إن شاء الله. باش تنصح العبيد اللي ما همش كيفك، اللي ما يعرفوش كيفاش يعيشوا، ما يعرفوش يخبيوا الغدوه، ما يعرفوش نتاع اليوم ونتاع غدوه. والله هما ساعه يستنجدوا بالكبار الطيبين، مش اي كبير تقول طيب، بالكبار الناس اللي عارفين ربي ويخافوا الله ويصليوا لله. قولوا بربي انا شنو هو ذنبي، انا ما لقيتش وما عنديش وما في حاليش، شنو لازمني نعمل انا توا؟ منين باش نجيب؟ الدنيا غالية عليا برشا، منين باش نجيب أنا؟ والأولاد ما عاونونيش، والأولاد ما وقفوش معايا، شنو نعمل؟ أكل الكبير هذاك لازم باش يلقاو الحل، لازم باش يقول له وسع بالك معاهم، ادعي بهم بالخير، قول ربي إن شاء الله يسترهم وربي يعطيهم، ربي يعطيهم الصغيرات باش يقدروا يعاونوا الكبار، الأكثر ولا الأقل. عايشك يا مدام. شكرا، عايش. ربي يفضلكم إن شاء الله.